نيتا كورانا. I am 60 years. أنا نيتا كورانا وعمري 60 عاما. أدرس الطبخ منذ 20 عاما في منزلي وأقدم الدروس في جو عائلي بعيد عن الرسميات. هناك مناطق في الهند لديها إفطار يحتوي عناصر نموذجية. في الشمال هناك البوري والبارانثا المحشي، ولغير النباتيين هناك البارانثا مع البيض. تشتهر المنطقة الوسطى بأطباق البوها والبوري باجي، والجنوبية بالدهوكالا والدوسا، وهي أطعمة أصبحت تؤكل في عموم الهند. سنقوم بإعداد إفطار نموذجي من جنوب الهند، لكنه شائع جدا في جميع أنحاء الهند. سنصنع الدوسة المحشوة بالبطاطا إلى جانب السمبهار وثلاثة أنواع من الصلصات. سيكون الإفطار مزيجا ممتازا من الرز والخضروات. إنها وجبة كاملة وصحية، وخصوصا عندما تصنعها في المنزل، حيث يمكنك التحكم بكمية الدهون التي تدخل في الوجبة. نستخدم بعض التوابل الأساسية، ملح وفلفل حار وكركم وقليل من مسحوق السمبهار الذي هو مزيج من التوابل مثل الحلبة والكزبرة. كل هذه التوابل لها فوائد صحية.